بيوتنا سبب من أسباب قوتنا وتماسكنا. بيوتنا سبب من أسباب نجاحنا وتميزنا. بيوتنا أهم شيء في حياتنا. بيوت عامرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بيوت من نور هي أمنية كل من يسكن هذه البيوت. لو نحن نظرنا من السماء وكشفنا أسطح المنازل لوجدنا في هذه الأرض بيوت يخرج منها النور وبيوت أخرى يشع منها الظلام. ولهذا قال أحد الصالحين، قال: إني لأذنب الذنب فأجد أثر ذلك على زوجتي ودابتي وحتى الفأر في بيتي. البيوت التي يكثر فيها المعصية هي بيوت سوداء يخرج منها الظلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أبيض، إلا أن ذنوب بني آدم قد سودته. أما البيوت التي يشع منها النور فهي البيوت القرآنية التي يقرأ فيها كتاب الله. تجد الأب مع الأم والأولاد في جلسة من هذه الجلسات داخل البيوت يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسون فيما بينهم. وهذه البيوت التي سنزورها وهذه البيوت التي نتمناها. حفظ القرآن الكريم يحتاج إلى همة وصبر وتوكل على الله عز وجل. فكم من الوقت يقضيه من يريد حفظ القرآن؟ أخذت تقريبا 2 سنين و7 شهور بما في الاختبارات، يعني بعد كل 5 أجزاء في اختبار. بدأت بحفظ القرآن وأنا في 13 تقريبا، وكان في ذلك الوقت لا يوجد حلقات كثيرة في الكويت، فكنت أحيانا أجلس لوحدي من صلاة العصر ممكن إلى صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. تمت القرآن حفظا تقريبا 8 سنوات، بعكس الآن والله الحمد أن هناك الحلقات كثيرة، هناك تشجيع للحفاظ، فنجد الآن الشاب يحفظ القرآن ربما يعني بسنتين أو 3. فحفظ القرآن كان في بدايات وجود حلقات التحفيظ. القرآن كلام الله تعالى وهو أغلى شيء في العالم، فما الأثر الذي يشعر به من يحفظ القرآن ويقرأه؟ الحمد لله، الله مبارك لنا في صحتنا، الحمد لله رب العالمين، يعني بأعمارنا، يعني لأن كل وقتنا الحمد إن شاء الله يكون في القرآن وفي تعليم القرآن والحمد لله. من اللي لاحظته
الهدوء بالبيت الحمد لله، الطمأنينة بالبيت يعني متوفرة في جميع الأوقات. يعني من الأشياء اللي أيضا لاحظناها أن يعني الواحد لما يدش بيته ينشرح صدره. والله لما أبدأ أقرأ القرآن وأبدأ بتعليمه لغيري أشعر بشعور يجعلني يعني سعيد جدا جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى قد يسر أو سخر أناس ينقلون هذا القرآن لمن بعدهم. أحس أيضا لما أدش وأقعد بالبيت، إن شاء الله أقعد طول اليوم في البيت، أحس أني مرتاح مطمئن، بالعكس ماكو شيء يضايقني فيه. فهالطمأنينة والسكون والهدوء كله من بركة القرآن الكريم. هذا الشعور بحد ذاته يجعل الإنسان يشعر بسعادة وطمأنينة، ويشعر أنه إن شاء الله على طريق الخير، لأن وإن كثرت هناك خلافات إلا أن الكل يجتمع عند القرآن. يعني سبحان الله دانا هي الكبيرة يعني وايد سبحان الله تحب يعني القرآن. ساعات أطلع بمكان وارجع ألقاها كاتبت لي مكتوب، رسالة صغيرة كاتبت لي: يا نور، نور الكويت، أنت نور الكويت يلي حافظ القرآن كذي. يعني كانت صغيرة وتكتب تعابير بس وايد حلوة، يعني كلها أحس منها أن هي سبحان الله تحب القرآن وأهل القرآن وتحفظ. اسم الله عليها حافظة الحين. حفظت جزء 30 29 و 28 27، الحين قاعد أحفظ 26. بركة القرآن أن خيره يعم على الآخرين، فما هو تأثير الحافظ على أهله وأولاده؟ سبحان الله في حديث قدسي يقول: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. فأحس أن رب العالمين يعني تكفل بأمور كثيرة في حياتي، بزوجي وبيتي وعيالي وحتى والديني والمحيط اللي أنا فيه. سبحان الله يعني الحمد لله، يعني عيالي في المدارس يعني أنا أقول لك يعني ما تعبت وياهم مثل ما أشوف الناس يتعبون، والحمد لله كل تقاديرهم زينة مفضلة سبحانه وتعالى علي. والقرآن يعني بركة القرآن واحد ما ينكرها. والله من الأمور التي تفرحنا أن دائما الآباء والأمهات يصير عندهم نوع من القلق من حيث كيف نربي أبنائنا، فيبحثون عن الوسائل التي تربي الأبناء وتربي الأولاد التربية الصحيحة. فأنا الله وفقني وقرأت في إذاعة الكويت، فصار حينما يعني نفتح المذياع وأبدأ أنا أقرأ في الإذاعة أجد أن أبنائي يعني بناتي أولادي في عندهم شيء من الفخر أن أبونا الآن يقرأ القرآن عن طريق المذياع، فكأن هذه وسيلة تعيني على تربيتهم على التربية القرآنية التربية الصحيحة قد لا تكون موجودة عند الغير. مرة سمعت إن يعني الحامل لما تكون حامل وتقرأ أي كتاب الجنين يتأثر، فقالوا لي حتى ترى القرآن لما تقرينه الطفل يتأثر. فجربت التجربة في واحد من عيالي، الحمد لله يعني هذا الحين أنا ما حسيت فترة المراهقة هذه الصعبة للأولاد، الحمد لله أن يعني عدت بدون ما أحس فيها، والحمد لله نوع يعني الولد يعني هادي جدا. يعني مجرد ما اتجهت للقرآن، كون القرآن هو أفضل الكتب وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فأوصلني بخيرة الناس، لأن كل صاحب مهنة مجرد ما يأخذ هذه المهنة يعني يصل فيها أو يتواصل فيها مع أهل هذه المهنة. فأنا تواصلت مع أهل القرآن، وأهل القرآن هم خيرة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. البنت الكبيرة الحين يعني على طول كل سنة أحفظها حق مسابقة التربية، كنت أحفظها أول،
وبعدين بدينا معها بسورة البقرة، طبعا هي الحين إن شاء الله قاعد تكمل، ونفس الشيء كلهم حتى الأولاد يعني بالمدارس على طول أحرص أن يشتركون في مسابقات التربية أن يحفظون القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق بأهله ويقل خيره. سبحان الله، جزاه الله خير، يعني الصراحة ما قصر، صبر علي يعني وساعدني وساندني، يعني مثلا تكثر الطلعات عشان حفظ القرآن، وبعدين بديت أنا أعلم، فنفس الشيء يعني الصبح أروح المراكز أعلم بالمراكز، وهني العصر يصير عندي حلقات بالبيت. فسبحان الله يعني جزاه الله خير، صابر يعني على هذا، وإني أنا مضحية بوقته ووقت أولاده وبيته يعني على والسبب يعني اهتمام بالقرآن وأهل القرآن. الحمد لله هي مو مقصرة، ومن كرم الله سبحانه وتعالى وكرم القرآن الكريم يعني غطى جميع النواقص في هذا المجال يعني، بل بالعكس ما حد حس فيه، واحس ان سبحان الله الناس قاعده تدعي له جزاه الله خير، يعني حتى اللي كلهم اللي يعني يقرون عندي سبحان الله يعني ما يخلو يوم الا يدعو له، الله يبارك له في صحته وفي بيته وفي اولاده. زياده على ذلك الوالد والوالده، فانا اذكر الوالده كانت دائما تشجعني في هذا الموضوع، حتى أذكر دائما لما أتي أقرأ القرآن أبحث عن مكان ما في أحد أو أي غرفة يكون ما في أحد، أجلس وأقرأ القرآن بصوت عالي. فكانت الوالدة دائما تشتغل بأشياء خياطة أو شيء، فتأتي وتجلس بجانبي وتستمع، فأنا يصبني شيء من الخجل يعني أريد أن أنطلق بصوتي، فأجي أريد أن أقوم فتقول اجلس، لأنني إذا أردت أن أجلس أن أعمل بالخياطة سأفتح المذياع وصوتك أفضل من المذياع، خليني أسمعك. فهذا أعطاني نوع من حب القراءة وحب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم.